قلبي افرح وهتشوف مصري بتغني. زي العروسة اللي ريلت الحنة بتغني. والفن هيقول كلام بأصول ويغني. بحكم السن ابتعد العناني عن سوق الغنى الشعبي، ما عادش بينزل حفلات وما عادتش له فرقة، بس ساب هو كمان اللي يكمل المسيرة، الفنان جمعة الأخرس. ابتدت علاقتي مع الحاج لطفي العناني، كان شغال في زفتة وانا كنت مدعي في نفس الفرح. فوجئت لقيت الناس اللي هم اصحاب الفرح قالوا لي لازم تطلع تغني. قلت لهم ما ينفعش، في راجل شغال ومحترم، ما ينفعش نتعدى على بعضينا. قام قال لي لا، هو عايز يسمعك برضه. قلت لو طلبني اقوم، ما طلبنيش مش هقوم. فوجئت راحوا استأذنوا منه، قال لي الرئيس جمعة اتفضل. فقمت وقفت غنيت، راح قايم مسقف وحضنني في حضن كده، قال لي الله ينور عليك. وبعد ما خلص راح ناديلي قال لي عايزين نبقى زملاء سوا. اشتغلنا اكتر من 7 سنين سوا. بترتجل برضه؟ برتجل. فن الارتجال ده فن صعب جدا. اصعب فن. منين بقى بتجيلك الملكه بتاعت الارتجال دي؟ بتجيلي الملكه من كتر المرمطه في الليالي. يعني انا كنت شغال في ديار بنجم في ليله شرقيه. فركبت الموتوسيكل، عندي موتوسيكل توين. بعد ما خلصت ركبت، الناس قالوا لي على طريق انا ما مشيتش فيه، انتظر ان اقابل حد ولا حد يقابلني ولا اشوف حاجه ولا مش عارف انا فين. فصعب عليا نفسي ورحت واقف كده بالمكنه، قلت علمتني يا زمن بضحك وانا ببكي، واقابل الناس بضحك الوش وانا ببكي، ولا حد ينظر دموع العين وانا ببكي. الله، لو اني مجروح وسيف الوقت ضاربني، واكون محتاج واقول للناس مش عايز. النفس غالية، ما روحش حتى ضاربني وأقول يا ربي خلاف الستر مش عايز. أنت اللي عالم، ولا في حد داري بيا ضاربني، برضك عليا أعيش مستور مانيش عايز. لكن بشوف ناس كتير بتشكي مواجعهم، بيشكوا من غير ألم في الجسم صايبهم، أعمالهم السيئة بالجهل صايبهم. الوقت احتار وهو سابني ذليل وعدم، ودارت لأيام من فعل الزمان وعدم. يا زمان يا عياب كفاية تعب وألم، شمت فيا الأنداد وأنا من الفرحة وببكي، في وسط الفرح ببكي. الله الله، أنت أصلا في البداية اللي أنا أعرفه أن أنت ما كانش دي سكتك كفن شعبي. كان اول انشاد ديني. مديح وانشاد ديني. وايه اللي غير المساله دي؟ لما شفت بقى الحاج يوسف برضو الله يرحمه، يوسف شتا. الحاج يوسف شتا كنا معزومين في فرح عند واحد وداعي ولاد الفن كلهم، واحنا كلنا كنا بنتمنى الحاج يوسف في اي مكان، يعني نحب نروح نسمعه. الناس اللي قاعدين برضو قالوا له ده الرئيس جمعه ده بيغني. فكان واحد اسمه سرحان، الراجل اللي عنده الفرح ده اسمه سرحان. فقال لي انت بتغني يا ابني؟ قلت له يعني.
غاوي كده شوية على قد وبتاع. قال طب أنا عايز أسمعك. فقلت موال للفرح الأول، وقلت لازم أعمل له تحية في ساعتها كده وإحنا قاعدين. فرحت قايل إيه؟ سرحان أخويا داعي رجال الفن، نخبة عظيمة لها قيمة وفيهم عميد للفن الحاج يوسف شتا نور طريق للفن. الله، أنا مش العلة ولا الزلة بقول كده ليه، يا ما غنى فن وطرب وسمعنا كلنا ليه، بحر غرام ونغم عشقنا كلنا ليه، يا رب يخليه ويدنه عميد للفن. راح قايم محاضرني وبتطلع عليا كده. الغنى هو الغنى والعقل هو المال، والقرش مهما كتر ما بيعدل اللي مال، والعرض غالي قوي ولا يتشريش بالمال، والدين هو نصيحة طيبة وشرف، والاستقامة سلامة للرجال وشرف، يا صاحب العقل خليلك مكان وشرف، ده لو فقدت الشرف ما يعوضوش المال. نفسك يا جاهل قبال ابليس جرتك، نفسك يا جاهل قبال ابليس جرتك، ومركبك في النشف لو هام جرتها، ونظرة عينيك للحرام لطمع جرتها، هملت بيتك علشان خاطر هواياتك، وبالمعاصي بتطفي نار هواياتك، مرة بتصرف كتير وبتشبع هواياتك، وسيف مراتك بتشقى صحن جارتك.